مشاهدين وتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء. واحد البرد، بغيت نقول لكم خلالو كيفاش ان البرد القارس في هذه الأثناء بمدينة الدار البيضاء. الله، والله إلا الدار البيضاء كتصفى بالفين. مدينة الدار البيضاء كتصفى، انتما كتشوفوا اجواء كتورينا او كتنقلنا مدينة الدار البيضاء وكأنها في ايام حضر التجوال، وكتشجعنا الاجواء. ايام كورونا خاوية على غير العادة، ولكن أحسن حاجة وقعت في الدار البيضاء هو الفرحة العايمة اللي عمت شوارع وأزقتها بانتصار الفريق ديال الشقيقة الجمهورية ديال موريتانيا على أحد منتخبات تابعة لأحد الدول المسماة بالجزائر. حقيقة انتصار تاريخي، صح انتصار تاريخي، كيفاش ان موريتانيا قدرات انها تنتصر، بل اكثر من ذلك، ماشي غير انتصار، انتصرت بالفعل، تحية لموريتانيا، انتصرت وبقات هاجمة. كنعرفو ديما الدول اللي كتنتصر بواحد الهدف او جوج ديال الاهداف كترجع للور. لا، موريتانيا بقات قدام، بقات هاجمة، بقات كتشكل والله تنسكت بالله، لا هادشي بزاف، بقات كتشكل خطر على داك الدولة ديال المسماة الجزائر، ضربات عارضة يعني حقيقة. كنت انتصر أكثر من هدف، ما ساعدهاش الحظ، كان الحظ ضدها ان انتصرت هي بباب واحد، ولكن الحمد لله انها انتصرت. المهم عموما هذيك تجمع ديال واحد المجموعة ديال الأشخاص كيطلقو على اسمهم جزائر، هزموا خرجوا من دورة 2023 ديال الكان ديال أمم إفريقية
مهزومين الرأس منبطحين، وكأنهم أو كأنهن بصيغة النساء لا علاقة لهن بشيء اسمه كأس إفريقيا للأمم. انهزمنا آخر ما غادي نقول لهم ب على قناة الشعب، قناة شوف تيفي، هذا هو الجواب ديالكم. هذا هو الجواب ديالكم. انتم الجزائريين برئيسكم بقائد زبلكم اللي تسميوه الجيش، داك الشنقريحة اللي كيبول في سروالو، برئيس اتحاديتكم. احنا عندنا الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم، نتوما عندكم اتحادية، شكون كيترأس الله أعلم. حنا عندنا القجع عالمي، العالم كيعرفو. غادي نقول لكم، نوجه لكم من عبر قناة الشعب، قناة شوف تيفي، هاد الرسالة هي تمنيت كان عندي شي طريقة باش نبدل ديك كلمة قف نزيد الرياء. نقول لكم جميعكم قفي، لأنكم لستم برجال، لستم برجال. وإلا بغيت تثبتوا بأنكم رجال، هي تطبقوا الرسالة اللي أو الوعد اللي جاء على أحد المؤطرين أو محللين ديالكم، اللي قال الا بحثنا موريتانيا ما بقاش غنخدمو، ما بقاوش غادي نلعبو، ما بقاوش غادي نلعبو كره، ما بقاوش نحلو، ما بقاوش غادي نهبطو الريدو وغادي نمشيو في حالاتنا. كونوا رجال وطبقوها. قفنا، قفنا عند كلماتكم، قفنا عند كلماتكن بهذا المصطلح. قفنا عند كلمات كنا، وكنا نساء تتحملن المسؤولية. أما الرجولة أو الذكورة، حتى الذكور لا علاقة لكن بهن.
وخليو الرجال يلعبو، حيدو من ساحة الرجال، قلبو على بطولة ديال النساء لعبو فيها. أما بطولة الرجال انتوما شتو شنو درتو، انتوما شتو شنو وقعلكم فيها. شوفوا بطولة النساء، شوفوا مع بوشعر كربوبي الحكم المغربية الدولية، شوف لكم شي بطولة تلعبوا فيها. المغربية اللي هزات العالم المغربي عاليا في العالم العربي والعالم الافريقي. ونساو عليكم شي حاجة سميتها البطولة الافريقية، ومن هذا المنبر كنوجه نداء للسيدة بوشعر كربوبي الحكم الدولية المغربية، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، تعاوني مع ما يسمى خرائر او الجزائر، قينهم شي بطولة ديال النساء. اما الرجال فلا علاقة لهم بيا، شوفي لهم شي بطولة ديال النساء فين تحكمتيها ولا غادي تحكمي فيها كامرأة عربية افريقية مغربية مغاربية، كتحكمي ولأول مرة في تاريخ العالم العربي الإفريقي بطولة إفريقية. شوفي لهم شي بطولة ديال النساء، تعاوني مع الناس. شو مالك بوشعر كربوبي، انا كنقول لك عبر قناة الشعب قناة تشوف تيفي، حشومة عليك ما تشوفيش الخرائر بطولة ديال النساء فين يلعبوا واش حكميها. حاولي تعاوني معاهم بطولة ديال النساء، حاولي تعاوني معاهم انهم ياخدوا شي مرتبة اولى ما يقدروش عليها، ثانية ما كنظنش، ثالثة ربما، رابعة الله اعلم. عموما كنوجه نداء عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي للشريفة العفيفة بوشعر كربوبي الحكمة المغربية اللي شرفات العالم المغربي انها تشوف الخرائر شي بطولة ديال النساء، كتلعب شي زنقة شي دريبة شي سطح يلعبوا فيها، انهم تقصوا من كأس افريقيا للامم ديال الرجال، انهم مبقاوش قادين ما عندهمش. تعاوني مع كيف كنقولوا استاذة بوشعر كربوبي، انتي بنت المغرب، غادي نختم معاك بواحد الكلمة اللي ربما سمعتيها وانتي صغيرة، انتي كنضحكو بها بيناتنا في الزناقي وفي الدروبة. عاوني الفريق، أعيد عاوني الفريق. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة. قبل من ننهي هذا المباشر مرة أخرى كنوجه للمعلق الصحفي ديال الخرائر اللي قال بأن إذا ربحاتنا موريتانيا غادي نهب، خصنا نهبطو الريدو، خصنا نمشيو في حالاتنا، وما خصش حاجه تبقى سميتها كره القدم عندنا في الجزائر.
كون راجل وطبقها مره اخرى. بشرى الكربوبي، عاوني الناس، عاوني الفريق، دمتم في رعايه الله والى مبشر اخر.